حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة بالنسبة لكم وتعرفوا من خلالها كتير من التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي. وإحنا الحقيقة جايين لكم فعلا ومعانا كتير من التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي. صباح الفل. صباح الخير، أهلا وسهلا، صباح الخير على حضراتكم جميعا. وتاني أيام الأسبوع و10 الصبح في الأهلي أكيد زي ما كريم بيتكلم هيكون معانا فقرات وضيوف وأخبار كتيرة جدا مختلفة كمان، وأكيد هنتكلم عن الطقس، وأكيد هنتكلم عن برضو درجات الحرارة والحالة المرورية وآخر الأخبار في المنشطات المختلفة محليا وعالميا، كل ده من خلال إن شاء الله الساعتين اللي مع حضراتكم مباشرة على الهواء. بس قبل ما نبدأ أي حاجة خلينا برضو نتكلم عن الجو امبارح، لأن للأسف الشديد ناس كتير جدا اللي احنا قلنا ونوهنا يعني حاولنا إن احنا برضو نلفت نظر حضرات كل عندهم مشكلة في الصدر، في الحساسية، في العين. ناس كتير جدا تأذت امبارح، يعني بوستات كانت مليانة. نعم، الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية طبعا للأسف امبارح الجو كان تراب بشكل يعني مبالغ فيه، خلينا إن صح التعبير نقولها. نتمنى الأيام اللي جاية تكون أفضل. هي يمكن امبارح برضو دكتور محمود قال لنا إن خلاص يعني كان بس امبارح هو اللي بيشهد هذه يعني زي ما بتقال كده بالظبط العاصفة، لكن الأيام اللي جاية هتكون أفضل شوية. فعلى كل حال بس خلي بالك من حاجة برضو، تقلبات أصلا المواسم هي فيها أزمة في حد ذاتها، يعني من موسم لموسم بالذات بتبقى بس يمكن ده الأسوأ بالذات مع الحرارة المرتفعة، يعني الاثنين مع بعض كتير، فاهمة ازاي؟ أيوة. بتعملي مجهود كبير ان انت مش عارفة حتى تاخدي نفسك في بعض الاحيان، وده حصل لناس كتير امبارح. بس كويس زي ما انت بتقولي كانت هي مجرد يعني يوم بس الحمد لله. بالظبط. بس الدرجات، او خلينا نتكلم برضو ان درجات الحرارة في ارتفاع هذا الاسبوع صباحا، بالليل كان دكتور محمود برضو بيأكد ان بالليل درجات الحرارة هتنخفض، فمحدش ينخدع بالصبح ان الجو حر وغيره. لا، بالليل فعلا كان برد. كمان امبارح انا كنت يعني في الشارع امبارح كان فعلا جو برد بالليل. على كل حال خلينا ننوه مع حضراتكم عن فقراتنا. الفقره الاولى، احنا النهارده معانا ثلاث فقرات. الفقره الاولى هنتكلم فيها مع فنان اهلاوي هو اسمه احمد رمزي، هو فنان ديجيتال ارت، ليه اعمال ولوحات كتيره جدا تحديدا عن لاعبي الاهلي. الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن احمد سلامه مهاجم مصر السابق، وهنتكلم طبعا عنه، عندنا ملفات كتيره جدا خاصه به طبعا، الاهلي والدوري وافريقيا والمنتخب وغيره. الفقره الثالثه هتكون معانا دكتور دينا ابو السعود، والفقره الاسبوعيه اللي بنتكلم فيها في موضوعات طبيه مختلفه اكيد بتهم الاسره كلها، فتابعونا اكيد حضراتكم هتستفيدوا. بس خلينا نبدا بقى بالاهلي. طبعا، لان في موضوع مهم جدا. طبعا طبعا، وبعدين هي يعني هو موضوع مهم، وكمان رساله مهمه بنتوجه بيها لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، لانه واضح ان بعد انتهاء كل مباراه سواء كسبنا اتعادلنا لا سمح الله خسرنا، لازم نلاقي نفسنا كده ولمده كام يوم داخلين في جدل كبير جدا في كتير من الاحيان ما بيبقاش حتى منطقي. طبعا يعني جمهورنا همه الاول والاخير هو الفريق، يعني هو فرحته اصلا مرتبطه بالنادي الاهلي، وطبعا منتخب مصر ده امر اساسي. بس احنا بنتكلم هنا عن يعني المود العام الاهلاوي اللي بقينا نشوف انه بيتغير مع كل نتيجه للفريق، مع كل هدف جميل، مع عوده لاعب للتهديف، مع احراز بطوله مهمه. كل دي امور طبيعيه جدا 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 ومنطقي ان هي تكون هي اللي بتشكل المود العام لجماهير النادي الاهلي زي ما بنقول. عشان كده عايزين يعني نقول لجماهير النادي الاهلي بلاش ننساق وراء الجدل الغير مبرر والغير منطقي. يعني موسيماني ابتدى بمين؟ بدل مين بمين؟ مين لعب؟ مين ما لعبش؟ مين نزل بدري؟ مين اتاخر في تنزيله؟ كل دي امور فنيه، احنا بنتكلم في نهايه المطاف على مدرب كبير عارف بيعمل ايه وعارف ازاي يتعامل يعني فنيا ونفسيا مع كل اللعيبه. الموضوع بقى غريب حبتين، يعني اننا يعني نبقى ماشيين كويس جدا في ماتشاتنا ونلاقي بدون اي مقدمات احاديث كده جانبيه ملهاش داعي، وتاني في كتير من الاحيان بتبقى حتى غير مبرره، بما فيها الفتره اللي كان يعني في كلام ابتدى يتقال عن بيتسو موسيماني في عز ما الراجل يعني مولع الدنيا. صحيح. قال لك ده في كلام ان هو هيمشي. طب انتوا بتقولوا الكلام ده مين؟ ومين اللي بيقول الكلام ده؟ يعني هل هي جماهير فرق تانيه عايزه يعني بشكل indirect بالظبط كده غير مباشر تعمل جدل وبلبله؟ طب ايه حتى المكسب؟ يعني حتى لما تيجي تفكري فيها، طب عملتي بلبله ايه بقى استفدتي؟ بيبقى إيه؟ تاثير على معنويات الفريق، يعني حدوث بلبله زي ما بيتقال برضو في صفوف اللعيبه عند الجماهير. خلي بالك برضو ده بيؤثر على الجماهير، يعني القصه كلها انت بتيجي عايز تعمل النوع ده من الضربات، هي مش بتبقى بس خاصه بالفريق، لا هي خاصه كمان بالجماهير. لكن احنا مفروض ان احنا اذكى من كده، هو ده اللي احنا بنقوله. أيوة، يعني احنا
واخدين على كده كريم، ده دي النقطه معاك الاساسيه. معاك، وبرضه نرجع نقول ما انا وانت وغيرنا والناس الجميله اللي بيتابعونا، ما كلنا من الجماهير في نهايه الامر، وكل واحد بيبقى عنده وجهه نظر. احنا مش بنقول كل واحد يعني يكتم رؤيته جواه، لا بالعكس، ما واحنا قاعدين بنتفرج على اي ماتش حتى بعيدا خالص عن النادي الاهلي، لو بنتفرج على فرقتين في الدوري الاوروبي، اي دوري اوروبي مثلا، ساعات برضو بتبقى انت وانت قاعده ايه بتاخدك الجلاله كده، لا ده لو كان لعبها كذا كان مش عارف عمل ايه، ده لو كان جري وسبق كان خد مش عارف ايه حاجات، ده منطقي وعادي، بس ما يبقاش في حد بقى ايه وكانه بيملي شروط ويبتدي يكتب وينشر كلام كتير قوي سلبي عن المدرب اللي بالصدفه رؤيته لم تتفق مع رؤيه هذا المشجع، فبينتج عن ده مشاكل كتير ملهاش لازمه. أنا بتفق معاك جدا، وكلام حقيقي فعلا على الأرض ملموس. وعايزة أضيف كمان يا كريم لكلامك، يعني اختلاق فعلا الأزمات من لا شيء زي ما بتقل وبدون داعي، يعني إحنا عندنا منافسات لسه كتيرة جدا، فلازم نخلي بالنا من ده، ولازم نفكر كمان نفسنا إننا يعني مش بنشارك في بطولة واحدة، احنا عندنا كذا بطولة، عندنا كذا تحدي، يعني بطولة الدوري ده تحدي في حد ذاته كده، ان انت كمان ترجع او ترجع تاني او انت عايز ترجعه تاني للقلعة زي قلعة الجزيرة زي ما بنتكلم، عندك دوري ابطال افريقيا هيبقى عندك برضو انجاز عظيم جدا تكسبه للمرة الثالثة، يعني انت عندك تحديات اوريدي عايز تحققها ليه او تنجزها ليه الجماهير في الاول في الاخر، ده كله بيصب اكيد للجماهير، فلا لسه فعندك كمان كاس مصر، عندك قبله كاس الرابطة، وعندك حاجات كتيرة جدا، فعشان كده انت لازم يعني يكون السكواد بتاعك كانه جاهز للمشاركه، بتكلم هنا معنويا وبنتكلم هنا فنيا، لازم نتاكد ونثق ان الجهاز الفني كمان ما عندوش تفضيل بين اللاعبين، دي النقطه اللي انت اتكلمت طبعا فيها، وهي نقطه طبعا مهمه، ما فيش حاجه اسمها تفضيل بين اللاعبين، في حاجه اسمها انت على الارض بتادي ازاي، وممكن يكون زي ما اتكلمنا انا وانت امبارح، ممكن يكون لاعب في الفتره دي يعني متالق جدا، بيحصل عدم تالق في فتره، لكن اللي احنا نعرفه عن لاعيبه الاهلي ان هم بيرجعوا مره ثانيه، وده برده مش كلام كليشيه او كلام احنا بنقوله لنفسنا او بنضحك بيه على نفسنا، الكلام ده على الارض هو ده الواقع. فودينا مثال امبارح بمحمد شريف، محمد شريف كان متالق جدا اول ما موسيماني انضم للاهلي، بعد كده يمكن فتره المنتخب حصل دروب شويه، كلنا متفاهمين ايه الدروب اللي حصل او ليه السبب وراه، بعد كده محمد شريف قدر ان هو يثبت نفسه في كذا ماتش الاخرانيين، فهو ده اللاعب المحترف، هو ده لاعب الاهلي، فمش عايزين نصدر حتى لنفسنا الروح دي، لان بص يعني in a way or another زي ما بيتقال يعني، او يعني باي شكل من الاشكال ممكن ان هو يؤثر على البعض، فاحنا مش عايزين ده، هي دي النقطة. على فكرة قديمة، عارف برضو أرجع أقول لك حركات قديمة قوي وحركات بقت بلدي الصراحة، وحفظناها قبل كل مباراة مهمة أو بطولة مهمة للنادي الأهلي، لازم كده يطلع لك بعض التصريحات وبعض الكلام اللي ملوش أي أساس من الصحة، فخلاص إحنا كجماهير لازم نكون أذكى من كده، ده رأيي معرفش. وإحنا كجماهير طبعا أكيد رأي الجماهير يحترم، ده في ده مبدأ ثابت معانا، طالما إن الرأي ده بيتقال بشكل لائق، رأي جماهيري يحترم، وكلنا يعني مهتمين في نهاية الأمر بإن احنا نشوف كل لاعب على حدة من لعيبة ونجوم النادي الأهلي متألقين، أكيد دي حاجة تسعدنا وحاجة في مصلحتنا بطبيعة الحال، كمان لازم نكون متأكدين إن التارجت بتاع الجهاز الفني طبعا بقيادة بيتسو موسيماني هو إن كل لاعب يكون جاهز للمشاركة في أي مهمة يكلف بيها أيا كان نوع المباراة، وأنتوا حضراتكم شفتوا بنفسكم يعني لما لعبنا في كأس العالم للأندية خدتوا بالكم اكيد احنا كنا داخلين هذا المعترك واحنا ناقصين كام عنصر مهم، كل العناصر الدوليه المهمه تقريبا ما كانتش موجوده معانا، ومع هذا حققنا انجاز جديد بالفوز بالميداليه البرونزيه للمره الثانيه على التوالي وللمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي، وحاجه كانت زي الفل، يعني اكيد بنتمنى كلنا التوفيق لكل اللعيبه، ويعني تاني بص عشان ما نقفل بقى الصفحه دي لان فعلا ساعات كتير حتى الكلام بيفقد معناه لما يكون الموضوع حتى مش منطقي. انا بتفق معاك، بس هرجع اقول تاني يعني احنا عارفين جماهير الاهلي ده مش اسلوبهم ودي مش طريقتهم، فعشان كده احنا بنحضر بس او بنحاول ان احنا ندي رسائل نخلي بالنا لان مش كل اللي بيكتب على السوشيال ميديا او حتى الاراء بتكون اراء سليمه او خارجه اصلا من جماهير النادي الاهلي، ما هي دي النقطه يا كريم، فخلي بالنا بس. على كل حال خلينا نعمل هولد زي ما كريم قال كده للملف ده مؤقتا عشان نبدا الاستعداد بسرعه، عندنا بقى ماتش بيراميدز اللي اكيد بيهمنا جدا، احنا نخرج منه بثلاث نقاط قبل الذهاب لجنوب افريقيا، ومواجهه بقى يعني مع سان داونز المرتقبه والمهمه ايضا للغايه. على كل حال الفريق كان واخد راحه زي ما حضراتكم عارفين بالامس ده بعد الفوز على المريخ، وهيرجع النهارده علشان يؤدي تدريباته الجماعيه قبل كمان الدخول في معسكر استعدادا لماتش بكره باذن الله. مباراه مهمه
نتكلم في 3 نقاط هتفرق أكيد معانا معنويا، ويعني إحنا فكرتنا أن نتصدر الدوري قبل كمان مواجهة سان داونز دي حاجة مش سهلة، خاصة كمان لو هنتكلم على بيراميدز يا كريم لا يعني هو فارق عنك بنقطة بس هو كمان يعني عنده أو لعب ماتش يعني زيادة عننا، فبرضو بتفرق شوية، بس كل التوفيق طبعا لفريقنا، هيبقى ماتش مهم. طيب تعالوا بقى نتكلم عن موضوع تاني لطيف جدا بالنسبة لكثير من الناس اللي مهتمة بان هي تكون اعضاء في النادي الاهلي. لجنه العضويه برئاسه طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي استقبلت عدد كبير من كل الراغبين في الحصول على العضويه العامه او عضويه يعني الافرع المختلفه قبل زياده قيمه العضويه المقرر لها اول ابريل القادم ان شاء الله، طبعا في ضوء التسهيلات الكبيره اللي وضعتها اللجنه. واللي حصل ان اجرى الاستاذ طارق قنديل العديد من المقابلات مع كافه الراغبين في الانضمام الى عائله الاهلي في ظل الطفره الانشائيه الكبيره الحقيقه سواء مقر الجزيره او افرع النادي المختلفه مدينه نصر والشيخ زايد وايضا التجمع الخامس. وبالمناسبه نال فرع التجمع الخامس النصيب الاكبر من الراغبين في الحصول على العضويه الذي يعد صوره طبق الاصل من فرعي مدينه نصر وايضا الشيخ زايد. وطبعا تشتمل المنشات الرياضيه داخل فرع التجمع على ملاعب كره طايره، ملاعب كره سله، كره يد، ملاعب خماسي، نجيل صناعي، ملاعب تنس، بالاضافه لوجود يعني مسجد وغيره كتير جدا من الخدمات المهمه اللي اكيد تهم كل الناس اللي ان شاء الله اللي هيكونوا اعضاء في هذا الفرع تحديدا من افرع النادي الاهلي المختلف. بس اقول لك على حاجه يعني تعقيبا على الخبر ده، فاكر وقت انتخابات النوادي كانت من فتره مش طويله فكنت بروح، عندي اصحابي في نوادي كتير وقرايبي في نوادي كتير، كنت بروح احضر اوقات الميتنجز واشوف حاجات زي كده، حتى النوادي انا مش مشتركه فيها يعني. فعايزه اقول لك والله العظيم يا كريم شهاده حق، يعني لما تدخل ونوادي لها اسم كبير في مصر ولها تاريخ، وفي نوادي منها بقى لها يعني لا مئات السنين، يعني في نادي بقى له 100 وشويه سنه وعريق جدا، ده من النوادي مثلا انا لما دخلت عايزه اقول لك وعاملين له بقى يعني حاجه اللي هو سيت وبتاع، دخلت جوه عايزه اقول لحضراتكم حاطين لهم كراسي خشب مش مدهون وحاجه مش مريحه خالص، الحمامات سيئه، الحيطان وكل حاجه عايزه تدهن، وده المفروض نادي كبير وتاريخ والناس الإيليت قوي هي اللي بتروح حاجات زي كده. فالله العظيم قعدت اقول يا ازاي كده يعني ازاي لما تيجي بقى تقارن، معلش بقى تيجي تقارن النادي بتاعك النادي اللي انت بتنتمي ليه وتشوف قد ايه انت من ساعه مش بس لما بتدخل من جوه بجد انت محيط النادي عندك شوف عامل ازاي، تخش بوابه عامله ازاي، الخدمات عامله ازاي، الاعداد عامله ازاي، لا كل ده على فكره بيحسب. ويمكن الفتره الاخيره والحق يقال واحنا كنا في 10 الصبح في الاهلي خطوه بخطوه ده بنعرضه، التطور بتاع المنشآت والتجديدات والجراجات اللي بتتعمل وغيره وغيره، لا حاجه بجد لازم ان احنا يعني نفتخر بيها، فشغل محترم جدا على الارض. وعلى فكره لسه عندنا افرع لسه بتتم، فكل التوفيق ان شاء الله، نستحق ده، جماهير الاهلي اكيد تستحق ده. خلينا نروح بقى دلوقتي للجنه العليا المنظمه لكاس العالم للجمباز القاهره 2022، وده سلسله او يعني استكمالا لسلسله السياحه الرياضيه اللي احنا عمالين كنا نتكلم عنها، نتكلم برضو عن بطولات العالم المؤهله للاولمبياد باريس 2024، وكاس العالم للجمباز اللي هتستضيفه مصر هيكون بمشاركه هنا كام دوله بقى، هو دي بقى الحاجات اللي تفرح برضو. 284 لاعب ولاعبه بيمثلون 35 دوله، هيقام في مجمع الصالات المغطاه ده باستاد القاهره الدولي في الفتره من 17 ل 21 مارس الجاري، وهيشهد افتتاح البطوله الياباني كمان موري وانتابي ده رئيس الاتحاد الدولي للجمباز واعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات القاريه، وهتشهد او هيشهد الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي حاليا او هو بيشهد حاليا يعني يا كريم التجهيزات والاستعدادات الخاصه ببطوله كاس العالم للجمباز، ده بنتكلم هنا برضو رجال وسيدات يعني عشان حضراتكم برضو تبقوا عارفين المستوى الكبير اللي احنا بنتكلم عليه، فحاجه حلوه جدا، حاجه مؤخرا بقينا نسمعها وبقت عادي دلوقتي، عارف تيجي تتكلم مصر بتستضيف حدث دولي او محفل دولي عالمي يعني دول عديده بتيجي بمئات اللاعبين عندك بالتغطيه الصحفيه المختلفه سواء محليا او عالميا، كل ده على فكره بينصب برضو لصالح الدوله اللي انت بتنتمي ليها وقد ايه بيدي رسائل كويسه، فبرضو ده شيء اعتقد من الاخبار اللي فعلا تدعو لي الفخر جدا. انا بنبسط بالحاجات دي، انت عارف ملف السياحه طبعاً. الرياضيه انا بحب ملف السياحه عامه، لكن دي حاجات بجد يعني ليها مؤشرات كويسه قوي، فان شاء الله كمان تكون
يعني زي ما بتقال كده بطولة تليق باسم مصر تنظيميا وحدث وكمان تغطية عالمية. وبتمنى كمان تكون يعني فيها بقى إجابة وافية وشافية لكل شخص متشكك، لأن احنا قعدنا لفترات مش قليلة من أعمارنا، بتكلم على الأجيال الأكبر سنا نسبيا، ما كانش عندنا القدر الكافي من الثقة في ان احنا عندنا كدولة قدرة على تنظيم جيد لأي شيء عموما، يعني عموما أنا بكلم حضراتكم عموما. لا الحمد لله وبسم الله ما شاء الله في الكام سنة اللي أخارة دول، لا شفنا أن في حاجات كثيرة جدا استجدت في هذا الإطار، تأكد على أن احنا مش بس قادرين، ده احنا قادرين على التنظيم وعلى إبهار العالم بحسن التنظيم. ويمكن ده بيحصل في أوقات العالم كله بيكون أو أغلب الدول بتحاول بقدر المستطاع يتلغي يتأجل فعاليات ما كانت هتقام على أرضها، ولكن طبعا بالذات عشان موضوع فيروس كورونا ده خلى ناس كتير قوي تكنسل في الوقت اللي مصر كانت قادرة على تنظيم فعاليات مشرفة بالمعنى الحرفي للكلمة. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية أخبارنا. طيب احنا رجعنا مرة تانية، وخلينا نروح بقى سريعا لأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة. مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا هنا صباح الخير عليكي وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي مره تانية، وعلى الاعضاء كمان يعني بصبح عليهم الموجودين ومتواجدين دلوقتي في مقر النادي. خلينا نعرف منك اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ودينا كمان كده يعني زي جوله عن الاجواء عندك، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته طبعا بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 العصر، والمران هيبدا الساعه 4. بعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا بقى لمباراه غدا امام فريق بيراميدز. يعني طبعا زي ما احنا عارفين هتكون مباراه مهمه جدا، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يقتنص 3 نقاط جداد ويرجع بقى لمكانه الطبيعي متصدر الجدول. كمان معانا اخبار متعلقه بناشئين كره القدم. فريق 2005 قدر يحقق فوز على فريق فاركو امس بثنائيه نظيفه، ده طبعا ضمن منافسات الجوله 23 من بطولة الجمهورية. الحقيقة انه ناشئين 2005 عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني كانوا مسيطرين على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وكان احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب يوسف عفيفي واللاعب طارق فوزي، وبكده يكون رفع الاهلي نقاطه ل 49 نقطة. يعني دي اخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى ونبدأ بكرة الطايرة. فريق الماسترز رجال كرة الطايرة امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق هليوبلس بنتيجة 3-0، ده طبعا ضمن منافسات الجوله الرابعه من الدور الترتيبي من بطوله الدوري. يعني قدروا ينهوا الشوط الاول بنتيجه 25-19، الشوط الثاني بنتيجه 25-12، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-12 ايضا، وبكده يكونوا رفعوا عدد نقاطهم ل 12 نقطه في الدور الترتيبي. النهارده هيكون عندهم ايضا مباراه امام فريق بتروجيت ضمن بقى منافسات الجوله الخامسه من الدور الترتيبي من بطوله الدوري. وخلوني بقى افكر جميع مشاهدينا بنظام بطوله الدوري لكرة الطايرة هذا الموسم، لأن طبعا زي ما احنا عارفين انه النظام مختلف. يعني احنا دلوقتي في الدور الترتيبي بيتنافسوا 8 فرق، وهم طبعا الأهلي، الزمالك، الجيش، سموحة، هليوبلس، الاتحاد، الطيران، وبتروجيت. بعد كده هيتم ترتيب الفرق من الأول للثامن طبعا حسب عدد النقاط اللي بيجمعوها، وهيبدأوا بقى يلعبوا بلاي أوف. الأول هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، الثالث هيلاعب السادس، والرابع هيلاعب الخامس، والفائزين طبعا من المباريات هيتأهلوا بقى لنصف النهائي اللي هيتلعب بنظام best of 5، وأيضا النهائي هيتلعب بنظام best of 5. يعني خليني طبعا أطمن جميع مشاهدينا أن النادي الأهلي حتى الآن متصدر جدول الترتيب، فاز في جميع المباريات، محقق العلامة الكاملة، إن شاء الله هيستمروا بهذا الأداء وهيتوجوا ببطولة الدوري لهذا الموسم. كمان بقى نروح لسيدات كرة الطايرة، طبعا فتيات الذهب. النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري، مباراة هتكون أمام فريق سبورتينج الساعة 4 العصر. أيضا الحقيقة أنه سيدات كرة الطايرة حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، فازوا في جميع المباريات. يعني كانت آخر مباراة أمام فريق سموحة وقدروا يفوزوا بيها بنتيجة 3-0.
خلونا بقى كمان نروح لكرة السلة. رجال كرة السلة النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، التدريب هيكون الساعة 2 الظهر استعدادا بقى لعودة المباريات مرة أخرى، والمباريات بالتحديد هتبدأ غدا، هيكون عندهم مباراة أمام فريق أصحاب الجياد ضمن منافسات بقى دور الثمانية من بطولة كأس مصر. يعني طبعا الحقيقة أن رجال كرة السلة استعدوا بشكل كويس جدا لعودة المباريات مرة أخرى، يمكن كمان كانوا لعبوا مباراة ودية أمام فريق هليوبلس وقدروا يفوزوا بيها بفرق 20 بوينت. إن شاء الله الحقيقة يقدموا مستوى قوي جدا يليق باسم النادي الأهلي ويفوزوا في جميع المباريات القادمة. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة الجمباز. فرق الجمباز بالنادي الأهلي عملت بطولة كبيرة جدا في بطولة الجمهورية، قدموا أداء قوي جدا، يعني بالرغم من أن كانت المنافسات قوية جدا بين كل الفرق المشاركة لكن كانوا الحقيقة بينافسوا على المراكز الأولى، بالتحديد اللاعبات جودي محمد جانا طارق وحبيبة حسام. يعني طبعا بهنيهم وبهني فرق الجمباز وكمان جهاز الجمباز بالنادي الأهلي، بتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي. يعني أنا هواندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة معاكم. طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. لا ميرسي جدا يا هنا، بنشكرك على هذه التغطية، شكرا لك. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة البوابة نيوز، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتطلعنا على أهم الأخبار وأهم العناوين والمنشطات الموجودة في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، واللي أعتقد أن من أهمها، وطبعا ده كان حدث مؤسف جدا وناس كتير قوي من امبارح عمالة تتكلم على هذا هذه الواقعة المؤسفة اللي حصلت في الدوري المكسيكي. مريم أولا صباح الفل عليكي، ثانيا يا ريت من ضمن العناوين اللي تكون معاكي أتمنى يكون من ضمنها عنوان ليه علاقة باللي حصل في الدوري المكسيكي والشغب الجماهيري والمعركة الطاحنة اللي دارت أثناء إحدى المباريات هناك وأدت لوفاة 17 من المشجعين. اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهواندو، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا يا كريم هيكون معانا عنوان هام جدا بخصوص هذا الحادث الأليم، والحقيقة أن احنا كمان يمكن الأسبوع الماضي اتكلمنا عن أحداث الشغب في الدوري الإنجليزي، ولكن يعني من المؤسف أن هي كمان تطول الدوري المكسيكي، وده اللي هيكون معانا النهاردة أكيد في عناوينا. ولكن خلينا نبدأ الأول بأخبار منتخبنا المصري طبعا وكارلوس كيروش، والبداية من موقع اليوم السابع. كيروش يعلن اليوم أسماء المحترفين لمباراتي السنغال في تصفيات المونديال. النهاردة طبعا هيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش عن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتي السنغال في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. واستقر كيروش يعني بشكل نهائي على الخماسي محمد صلاح، وأيضا محمد النني، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، وعمر مرموش. والحقيقة أنه هو كمان استبعد أو خرج أحمد حجازي من الحسابات، ده طبعا بسبب الإصابة. كمان يعني يمكن كيروش بيفاضل بين ملعب الدفاع الجوي وملعب بتروسبورت علشان يستضيف المران الخاص بالمنتخب خلال المعسكر المقبل لمباراتي السنغال. وكمان الحقيقة أن يعني منتخب مصر هيخوض مران واحد فقط على ملعب استاد القاهرة، ده طبعا خوفا من إرهاق ملعب أو أرضية الملعب. وطلب كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير عدم إقامة مباراتين في يومين متتاليين، ده طبعا يعني خوفا أو للحفاظ على أرضية الملعب قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجاري. واستجابة لطلب كيروش يعني قال مصدر لليوم السابع أنه ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا هي آخر مباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة، ده طبعا يوم 12 مارس الجاري. من البوابة سبورت، السيتي يحسم ديربي مانشستر بالأربعة. حسم فريق مانشستر سيتي ديربي مدينة مانشستر بعد الفوز العريض على ضيفه يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة 28 لمسابقة البريمير ليج. وسجل أهداف السيتي كيفن دي بروين طبعا هدفين في الدقيقة 5 وأيضا في الدقيقة 28، ورياض محرز هدفين أيضا في الدقيقتين 68 وفي الوقت الإضافي طبعا 91. الفوز رفع رصيد السيتي للنقطة 69 في صدارة الترتيب، وتجمد يونايتد عند النقطة 47 بالترتيب الخامس. وفي المقابل يعني الهدف الوحيد اللي أحرزه في اليونايتد أو يعني سانشو في الدقيقة 22.
بخصوص طبعا العنوان اللي انت يعني اتكلمت عنه والحادث الأليم المؤسف يا كريم، طبعا عنواننا من الشرق الأوسط، الشغب يجتاح الدوري المكسيكي وتعليق مباريات في المرحلة التاسعة. قررت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم أمس الأحد إيقاف جميع المباريات المتبقية في الجولة التاسعة عقب طبعا نشوب مشاجرات جماعية بين المشجعين خلال مواجهة كوريتارو مع أطلس جوادلخارا، أسفرت عن إصابة 22 شخص بينهم 2 بجروح خطيرة، وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 طبعا من عمر المباراة اللي أقيمت على استاد كورجيدورا الخاص بفريق كوريتارو أثناء تقدم أطلس بهدف، مما دفع المشجعين لاقتحام أرض الملعب، ده طبعا لتفادي أعمال العنف اللي كانت بتتم داخل المدرجات، مما تسبب بوقف المباراة بشكل فوري طبعا وخروج اللاعبين لغرف الملابس، وتم الإعلان عن إلغاء اللقاء، ثم توالت القرارات بإيقاف مباريات المرحلة. وتأتي هذه طبعا يعني الحادثة لتضر بسمعة المكسيك واللي بتشترك في يعني استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا. والحقيقة ان يعني انتشرت فيديوهات كثيرة جدا مؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر او فيسبوك وانستغرام كمان، بخصوص كمان وجود اطفال في المدرجات وفي هذه المباراة. والحقيقة ان اغلب العائلات حاولت ان هي تحمي اطفالها يعني من وجود اي اصابات او فكرة ان هم يتعرضوا لاي خطر ضمن احداث المباراة، وهو ده الحقيقة اللي احنا شفناه كمان. وشفنا للاسف يعني مشاهد مؤسفة كمان للمشجعين، يعني كان في منهم مرمي على الارض وسائل فيه دماؤه، ودي كانت الحقيقة حادثة أليمة جدا شفناها كلنا امبارح وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة ان كمان يعني المكسيك طلبت تحقيق عاجل في هذا الحادث الأليم، خاصة ان ما كانش فيه يعني افراد امن بشكل مكثف داخل هذا الاستاد، وهو ده اللي هي يعني يشوفه ويحقق فيه كل القائمين على الدوري المكسيكي. أخيرا من روسيا اليوم، جيرو يعادل رقم إبراهيموفيتش. انتزع ميلان فوز بشق الأنفس على حساب نابولي بهدف نظيف على ملعب دياجو مارادونا أمس الأحد ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي، وتمكن الفرنسي أوليفي جيرو مهاجم ميلان من تسجيل هدف فريقه في شباك نابولي في الدقيقة 49 بعد ركلة حرة ثابتة. وذكرت طبعا شبكة أبطال الإحصائيات أن جيرو تمكن من تسجيل هدف خارج ملعب فريقه في الدوري الأول مرة منذ 15 ديسمبر 2020، وكان آخر هدف سجله جيرو خارج أرضه كان مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون، ده طبعا في البريمير ليج. ووصل مهاجم الفرنسي إلى الهدف رقم 8 هذا الموسم ليتساوى مع إبراهيموفيتش في صدارة هدافي ميلان. دي كانت كل العناوين الصحفية الهامة الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر بوابة نيوز. بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية المميزة، شكرا لك. موضوع الشغب اللي بقينا مؤخرا نسمع عنه حتى بداية بالكاميرون، بعد كده الدوري الإنجليزي، بعد كده الدوري المكسيكي، اللي هو مش شغب من نوع عادي أو شغب مألوف، لا هو شغب يعني غير مألوف، ده رقم واحد. وتاني حاجة كارثي، لأن هو بيصفر عن قتلة، يعني قتلة بنتكلم 17 متوفي يعني علشان دوري وعلشان مباراة وعلشان رياضة في الأول وفي الآخر. ده أمر غريب جدا، أمر غريب جدا، وحاجة مأساوية بصراحة إن احنا نسمعها في 2022. المفروض كل ما بيتقدم العالم، كل ما الثقافة بترتقي، كل ما الفهم والعلم بيتحسن، يعني ف ده المفروض حاجة غريبة قوي الصراحة، حاجة غريبة قوي، حاجة محزنة إن احنا نسمع حاجة زي كده، ناس رايحة تتفرج على ماتش تتوفى، يعني مش طبيعي. طيب احنا كده يعني الفقرة الأولى الإخبارية الخاصة بالأخبار المختلفة طبعا والحديث عن النادي الأهلي وغيره انتهت. هنروح بقى فاصل كده، نرجع عندنا زي ما كنا بنوه أنا وكريم ثلاث فقرات النهاردة. هنبدأ بأحمد رمزي. أحمد رمزي أنا بقى كنت بعشق أحمد رمزي. ومين ما كانش بيعشق أحمد رمزي؟ لا في ناس على فكرة ما بتحبش أحمد رمزي. أنا ما شفتش حد ولا رشدي أباظة. لا أنا بحب أحمد رمزي ولا عمر الشريف. بس وإيه علاقة ده باللي احنا بنقوله؟ أنا عارف والله العظيم. أحمد رمزي فنان ديجيتال ارت، أهلاوي وأهلاوي جدا، هو صغير في السن بس هو بيحب الأهلي قوي وعامل أعمال كتيرة جدا خاصة باللاعبين في النادي الأهلي. خلينا نروح فاصل ونبدأ معاه أول فقرة. تاني تعالوا بقى نتعرف على فن جديد يعني استجد مؤخرا على الحالة والحياة الفنية، اسمه الديجيتال ارت،
هنتعرف عليه وعلى كل تفاصيله من خلال فنان أهلاوي صميم بيحب جدا النادي الأهلي، والحقيقة من خلال هذا الفن أبدع في العديد من اللوحات زي ما حضراتكم شفتوا أكيد معانا في التقرير اللي سبق دخولنا معاكم على الهواء. معانا الفنان الأهلاوي الشاب أحمد رمزي. صباح الفل عليك يا أبو حميد. صباح النور. أهلا بيك. صباح الخير يا أحمد، نورنا. وزي ما كنت بقول قبل الفاصل، أنت سنك صغير جدا، فاحنا عايزين نتعرف عنك الاول، يعني الموضوع ابتدى امتى واشمعنى النادي الاهلي، وهل انت قابلت اصلا اي حد من اللعيبه او كابتن الخطيب قبل كده؟ هل عرضت الحاجات اللي انت او اعمالك عليهم وريتها لهم؟ خلينا نعرف عنك الاول. هو الموضوع بادئ من وانا صغير شويه، ان موضوع الفوتوشوب والرسم والحاجات دي، ان انا كان جدي مصورتي على الشاطئ، فانا كنت بروح معاه المعمل والحاجات دي، فبشوف الحاجات بتتعمل ازاي. اوكي. فانا لقطتها منهم وبدات ايه مع الوقت اطور من نفسي اتعلمها، لحد ما جيت من سنتين بقى فتره الحجر وكده، قاعدين كلنا في البيت وزهقانين، فقلت ما افتح اليوتيوب واشوف اي حاجه جديده، فلقيت موضوع ده فتعلمته. حلو. فبدات اول طبعا رسومات بتبقى غريبه في الاول ومستوى مش قد كده، اتطور واحده واحده لحد ما وصلت للمستوى يعني ده. انت اللي علمت نفسك، ما خدتش كورسز ولا اي حاجه. ورأي جدك كان ايه بقى في اول لوحات انت عملتها؟ لان انت بتمثل مدرسه مختلفه تماما عن مدرسته، هو الشكل الكلاسيكي للتصوير وكده، انت بقى ايه عملت ثوره من وجهه نظر او بالنسبه له، فكان شايف ان اللي انت بتعمله زي هو مستغرب مش فاهم هو ازاي على الكمبيوتر بعمل رسمه وبتطلع شكلها كده، لان كله مستغرب، في اغلبيه الناس قالت ده في الاول ده فلتر، فاهم؟ لا، فدي تبقى حاجه غريبه جدا، من انهم مش عارفين ايه ده اساسا. طب احمد كلمنا اكتر عنك، انت في ثانويه عامه صح؟ ايوه، في ثانيه ثانوي علمي. فعلمي. اوكي، انت عايز تخش المجال ده كمهنه او احترافيه ولا حاجه سايد؟ لا، هو سايد على جنب خالص، انا هو اي حاجه وقت الفراغ، ان انا عايز اخش ان شاء الله طب اسنان، اللي هو حلم العيله كلها تقريبا، وماما بالاخص. كلهم عايزينك طب اسنان؟ اه، وماما بالاخص تقريبا. طب وانت عايز طب اسنان؟ موافق عليها، عجباني. انت موافق عليها؟ ماشي، مع الرغبه يعني. اوكي، حلو مش وحش. طيب ربنا يوفقك. انت عموما مخطط لنفسك ايه يا احمد؟ يعني انت دلوقتي خلاص في مرحله يعني خلاص بقى مدرك للامور حواليك، والمفروض تبقى ملامح المستقبل ابتدت تتبلور كده في دماغك، وبالتالي تحط لنفسك خطه للدراسه، عايز تدرس ايه، عايز تشتغل ايه، عملت ده ولا مش سايب نفسك للايام؟ لا، هو بقعد اخطط مع نفسي بس ما اعرفش انفذ في الاخر. بس على الاقل بتخطط. بخطط. طب ايه عملت اللي عليا؟ اخر خطه حطيتها لنفسي، اخر خطه ان ممكن اعمل مثلا اعمال ياما اخش بيها جينيس، بس ما اعرفش العدد ايه بقى، العدد الموجود في جينيس. فهو خططت بس ما عارف هيحصل ولا لا. خططت. طب هايل يا احمد. طيب خلينا نرجع بقى للديجيتال ارت. ايه اول شخصيه عملتها؟ وبعد كده خلينا نتكلم بقى عن كابتن الخطيب ولاعيبه الاهلي. هو اول رسمه عملتها كانت تقريبا انجلين جولي وتوم كروز. شوف الاختيار برضه. فكانت الرسومات موجوده معايا لحد حالا بس ما بعرضهاش، لا شلتها اصلا من حساباتي كلها. عشان في الاول بيبقى مستوى برضه الاشكال وكده. وشمعنى اخترت انجلينا يعني؟ ما اعرفش، هي جت معايا كده. هي جت معايا، انت سايبها كده للعلاقه؟ لا، ما انا ببقى مثلا فاتح فيس بقلب، فالصوره تيجي قدامي على التايم لاين، واخدها اقول هرسمها. ماشي، ممكن نفهم اكتر يعني؟ لو تعرضوا يا جماعه بعد اذنكم حاجه من اللي احمد رسمها علشان نتكلم في تفاصيلها شويه، يعني اشرح لنا برضو لان مش كل الناس فاهمه. والاعمار المختلفه اللي بتتفرج علينا، يعني ايه ارسم ديجيتال؟ يعني انا دلوقتي جبت صوره، انت ازاي بترسمها؟ يعني انا نفسي عايز اعرف. يعني في برنامج، في كذا برنامج بشتغل عليهم. او مثلا الصوره اللي قدامنا دي مثلا، دي نفذتها كلها على فوتوشوب، جبت الصوره بتاع جاك شان نفسها، حملتها من على الانستجرام بتاعه، حطيتها، وبعد كده بدات اعمل ده اللاين ارت، اللي هو الخطوط اللي بتبقى من بره دي، اللي هو التهيب بتاع الشخصيه شبه السكتش اللي في الورق. اوكي. وبعد كده بتبدا بقى مراحل التلوين، مثلا نعمل الهدوم الاول او الشعر او الوش، وبتبدا خطوات ياما. ممكن الرسمه تخش في 16 ساعه شغل. ياه. بس ما بقعدش طبعا ورا بعض، يعني ممكن تخلص على اسبوع 10 ايام، اللي هو كل يوم اقعد فيها شويه. يعني هي محتاجه تالنت اصلا؟ لا، هي محتاجه اللي هو يتطبق اكتر وتتفرج على شغل اكتر من ده. طب يعني الادوات نفسها، هل هو الماوس بتاع الكمبيوتر هو ده الاداه اللي انت بترسم بتستخدمها؟ ماوس واللابتوب بتاع بابايا، عشان معيش لابتوب فهو مستغله اساسا. اوكي. والمفروض في حاجه اسمها تابلت جرافيك، بس لسه ما جبتوش، يعني نبقى نجيبه بعدين. يعني قصدي اقول لك ده ما فيش اي، اصل انت عارف برضو الرسم بشكله التقليدي. ايوه، الاقلام والفحم والالوان وعلب الالوان المختلفه و و ف شايف ان ده ممكن ياخد من الرسم التقليدي، يعني فكره ان في تطور وصل للدرجات دي، ان انت ممكن تقعد شويه على اللابتوب وتعمل لوحه خلابه، وغيرك ممكن يقعد شهور او يمكن سنين من عمره بيرسم لوحه مثلا. فهل الفن اللي استجد ده اللي هو الديجيتال ارت ممكن يسحب البساط من الفن التقليدي الكلاسيكي ولا مش شرط؟
هي هو مع الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ان التكنولوجيا داخله في كل حاجه، فالموضوع ده هيستخدموه اكتر مثلا في اعلانات الشركات، في البرامج، في الشركات بتسمى تدور على الناس اللي بتعمل الشغل ده، وبره بالاخص ان الاعلانات كلها بقت جرافيك بره. حتى زي فتره الكورونا ما كانوا بيعملوا الاعلانات دي الانيميشن كانت بتبقى 3 ارباع رسومات فيكتور، فالموضوع بيخش اكتر. انما مثلا برسم رسم عادي مش هيستخدموه في اعلانات حالا، اللي هو انا محتاج التكنولوجيا اكتر. طب حلو، خليني بقى اروح معاك برضو لفكره هنا، يعني ذكرياتك مع الاهلي. خلينا نعرف انت اصلا اهلاوي والعيله اهلاويه كلها، بتحضر ماتشات وانت صغير؟ خلينا نعرف اكتر. انا بتفرج على التلفزيون من وانا صغير، ما رحتش استاد قبل كده اصلا، بس العيله مش متابعين كوره قوي. ما رحتش استاد خالص اصلا؟ اوكي. هو اتفرج بس من على التلفزيون بس. والاهلي ايه بقى؟ انت اصلا يعني اهلاوي بالوراثه ولا انت عارف اللعيبه؟ في لعيبه بتحبهم، بتحب كابتن، يعني خلينا نعرف منك. من وانا صغير يعني اتفرجت عليهم، تقريبا كنت 12 سنه او 10 سنين مثلا اتفرجت فيه، فالفرقه عجبتني فقلت هكمل اتفرج عليهم، فالموضوع كبر معايا وبقيت بتفرج على كل الماتشات وبتابعهم اكتر. وبقيت مشجع اهلي. حلو. طب انت من شويه قلت يا احمد فكره ان دلوقتي العالم كله بقى وشركات كتيره بتدور على ناس عندها قدره على اللي انت بتعمله ده. حلو. هل ده لوحده ما كانش مشجع بالنسبه لك انك تفكر ان انت تدرس كمان الشكل ده من اشكال الفنون؟ هو الدراسه بتاعته في فنون جميل اللي هو قسم جرافيك هتبقى دراسه تقليديه جدا، انت عارف الحاجه والحاجه معاك، فهو هيخش يديك الحاجه اللي انت عارفها اساسا. يعني انت عايز تقول انت بتفكر تدرس حاجه تانية وانت كده كده عندك النولج او النو هاو بتاعه الديجيتال ارت. ايوه، ان انا عارف الحاجه فمش هخش ادرسها هي ان انا كده كده عارفها. مش الدراسه ممكن يبقى فيها مساحه ان انت تتعمق اكتر في الفن ده؟ هو الفن ده بيزيد اكتر ما ان انت تشتغل اكتر وتطور نفسك اكتر، يعني كل ما تشتغل اكتر بتطلع نتائج اكتر. أوكي. النتيجه بتتحسن مع كل شغل ما يكون احسن. كل ما تزود الشغل مثلا، كل ما تزود مثلا الطبقات بتاعت الوش والالوان بيبقى بيطلع شغل مختلف اكتر، فدي النقطه اللي بتبقى فيها. خلينا بقى نروح لصوره كابتن خطيب، احكي لنا برده اخذت منك قد ايه واشمعنى رسمت كابتن خطيب؟ لو انت بتتكلم ان يعني بتتفرج على التلفزيون بالصدفه. لا يعني انا قلت انك بتحب الاهلي قوي وبتتابع الفريق، يعني ده اللي انا فهمته. رسمت الكابتن كانت يوم عيد ميلاده اساسا. اوكي. انا نزلتها يوم عيد ميلاده تقريبا كانت الساعه 1 تقريبا، نزلتها يومها وبعتها له اساسا، بس مش عارف شافها ولا لا، بس ما حدش نزلها تمام تاني اساسا. عملتها له منشن يعني على تويتر ولا على ايه؟ لا، على رقم واتساب. بجد؟ بعتها له شخصيا. اوكي. على الواتساب، هو عمل سين بس ما ردش عليه. وانت جبت الرقم منين؟ لا جبت بقى خلاص. هنقرره في الفاصل. مش في فاصل؟ وهيروح مننا فين؟ بقول لك يا ابو حميد، برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها منك فكره ان الرسام التقليدي بيعرض نتيجه شغله في معرض، يعني بيشارك في معارض، انت بقى بتعرض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا مثلا بتشارك في مسابقات؟ يعني فكره ان انت عايز الناس تشوف شغلك ده بتخليهم يشوفوه ازاي؟ على وسائل التواصل عندي مثلا على الفيس او على الانستا، الحسابات بتاعتي بنزل عليها الشغل. ففي الفولورز عندي اصلا بيتفرجوا على حاجه ومهتمين ان انا انزل حاجه. أوكي. وانا كل فتره لو مثلا شغال على رسمه بقوم منزل مثلا تيزر ليها، اللي هو ايه، في رسمه جايه، اصور خطوه بالتليفون مثلا من بعيد وفي حاجه جايه، اللي هو ايه، بشوقهم بمعنى اصح. كويس. وفي ردود افعال لطيفه، في ردود افعال بس، وفي برضه اللي بيقعد ينتقد واللي بيتريق وكده، بس ما بردش عادي. يعني بص، انت بترسم، يعني هتكلم على الاهلي برضه، انت بترسم لعيبه الاهلي، فانت فاهم ان لعيبه الاهلي دول وراهم كم عدد من الجماهير. أي. فهي صوره لاعب، يعني الصوره دي ممكن تجيب لك انت عارف لايكات قد ايه والشعر قد ايه. فعشان كده انا برضه هرجع لنقطه الاهلي تاني. اكيد انت لما بترسم لاعب تكون بتحبه. أيوة. في الاول وفي الاخر. كويس. مين اكتر لاعب دلوقتي في الاهلي مثلا انت بتشوف ان هو، مش هقول يور فيفوريت، بس يعني اكتر لاعب بتحبه؟ انا حاليا بحب ديانج جدا، ان هو ثابت، اللي هو بيأدي اساسا، اللي هو لعيب اوروبي بمعنى الكلمه زي ما بيقولوا. فهو ده اكتر لعيب مفضل ليا، وده وبعده اكرم توفيق. حلو. يعني رسمه ديانج دي انا وزميل ليا اسمه مصطفى اشتغلناها سوا. اوكي. الرسمه دي حوالي خلصناها في حوالي 10 ايام، ان احنا مش فاضيين احنا اتنين، فخلصناها في 10 ايام. نزلناها وقال لي وشاف اصلا على الانستا وعمل لها شير عنده في الستوري. طب حلو، حلو جدا. ايه اكتر صوره جابت لك لايكات وشير؟ بتاعت بيج رامي، ان هو يومها اصلا بيج رامي يومها كان لسه اخذ البطوله، فانا نزلتها اصلا يومها في ساعتها، بعديها بنص ساعه لقيته عمل لها شير ورد عليا برايفت. طب حلو جدا. فانا اتفاجئت يوم، انا قلت مش هيشوفها. اتبسطت جدا. انا يومها قمت نطيت من على السرير، اللي هو كان اصلا كله نايم، انا قمت مره واحده طرت كده في الاوضه. ربنا يوفقك يا احمد، انت بتعمل حاجه جميله وفن جميل، وبنتمنى لك كل التوفيق. بنشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده، نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا احمد جدا. طيب هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفقره الجايه هنتكلم فيها بقى عن ملفات مختلفه لكره القدم، طبعا خاصه بالاهلي، دوري افريقيا، وكمان المنتخب، بس سريعا بعد الفاصل.
اسبوع يعني مليان مباريات للاهلي. خلصنا ماتش المريخ، عندنا بكره ماتش مهم جدا في الدوري، ولسه هنستعد بعد كده لاستكمال المشوار الافريقي زي ما حضراتكم اكيد متابعين. تحديات كتير، تحديات كتيره جدا كمان امام افريقيا لمواصله الانتصارات اللي هنتكلم فيها، كل هذه الملفات وغيرها والامور اللي عليها برضو علامات استفهام اللي بقى لنا كام يوم برضو بنطرحها، كل ده مع كابتن احمد سلامه مهاجم يعني حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. صباح الفل والهنا وكل حاجه حلوه يا رب. صباح الفل، وانا سعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده ان شاء الله. بتنورنا وبتسعدنا بوجودك يا كابتن. انا اسعد بجد والله، يعني انا من اهم وافضل البرامج اللي بحب اطلع او اكون ضيف عندكم دايما. نورنا يعني. بجد والله ربنا يخليك يا كابتن احمد. قبل بقى بنتكلم معاك عن تفاصيل هذا اللقاء المرتقب الاهلي وبيراميدز، وطبعا صراع على الصداره تصدر المسابقه، وهما يمكن فارقين عننا بنقطه واحده وفي نفس الوقت هما لاعبين مباراه زياده عننا. قبل ما نتكلم بقى وندخل معاك في تفاصيل اللقاء ورؤيتك وتوقعاتك الى اخره، عايزين نتكلم عن رؤيتك للمسابقه وللموسم ده عموما، النسخه دي من الدوري المصري في رايك عامله ازاي؟ والله انا شايف دي يعني تكمله لسلسله مواسم سابقه فيها ضغوط جامده جدا، كثافه مباريات وفي توقيتات متلاحقه ويعني وفي توقيتات صغيره او قريبه، في ضغط كل سنه بنسمع كلمه انه موسم استثنائي يعني بانه المباريات مضغوطه وان احنا عندنا ارتباطات دوليه او ارتباطات قاريه، يعني ده كل سنه بقالنا اكتر من اربع مواسم دلوقتي بنسمع الكلمه دي. فانا شايف انه يعني ممكن تبقى في مواسم استثنائيه، ولكن ده بيكون حمل او عامل لود شويه على اللاعبين. في انديه بتقدر تعمل روتيشن وعندها يعني لاعيبه احتياطي او لاعيبه موجوده بتقدر تعمل عمليه تدوير للاعيبه اللي عندها، وفي انديه ما عندهاش الامكانيات والقدرات ان هي تحط لاعيبه على دكه البدلاء بنفس قيمه اللاعيبه اللي موجوده في الملعب. انا شايف انه موسم مش وحش، موسم جيد، في يعني برضه وجود فرق مستجده كده زي فاركو وفيوتشر بالظبط بتدي قوه طبعا. اكيد اكيد طبعا، ان هم كمان الفرق اللي عندها امكانيات بتقدر تعمل تيم كويس، بتقدر تعمل سكواد محترم بالظبط، بتدي قوه للدوري. انا شايف انه يعني انه رابطه الانديه المحترفه كمان عملت الكاس الخاص بيهم، ده كمان بيدي في فتره توقف الدوري ادت برضه زي مباريات تحضيريه او مباريات تنشيطيه او مباريات بتدي برضو يعني بتقربك شويه من الدوري، ما بتبعدكش ان انت قعدت شهر كامل باقي اللعيبه الغير دوليه اكيد لو قاعد في بيتك او بتعمل ماتشات وديه عمرك ما هترتفع بالمستوى أكيد. زي ما انت تكون عامل يعني بطوله شبه رسميه او بطوله بنفس قيمه البطولات اللي موجوده عندك زي كاس مصر او كاس سوبر، فانت عامل برضو بطوله بتحضر فيها اللعيبه بتاعتك بشكل جيد. انا شايف انه حتى الان المباريات الانديه كلها بتادي بشكل جيد جدا، الكره اتطورت في كل الانديه، حتى الانديه اللي بتعاني زي ايستر كومباني او زي الانديه اللي ممكن تبقى طالعه ما كانتش محضره من البدايه، بس بتعمل مردود كويس، بتلاقي لها شكل هجومي، ما بقاش في التقفيلات بتاعه زمان والطرق الدفاعيه البحته للانديه، كله بقى بيلعب كره هجوميه، كره مفتوحه، كرة تنظيمية بشكل كويس. فأنا شايف أنه يعني دوري مميز، وإن شاء الله يكمل بشكل أفضل إن شاء الله الفترة الجاية. يعني هو لو هنتكلم عن مباراة بيراميدز والنقطة اللي هم يعني الفارق ما بيننا والماتش اللي هم لعبوه زيادة وكل ده أكيد برضو ليه حسابات، بس معلش أنا عايز أبدأ يعني أو أروح للنقطة اللي بدأت بيها. بقالنا أربع سنين مضغوطين وأربع سنين بنشتكي وأربع سنين عندنا أزمة لأن اللعيبة بتستنزف، وأنا مش بتكلم بس عن لعيبة الأهلي، أنا بتكلم في العموم. فبرضو هل ده كان سابق؟ يعني زمان حصل برضو كان في كده كذا موسم ورا بعض مضغوطين، طب وإزاي كنتوا بتتصرفوا برضو؟ يعني رجعنا بالنوستالجيا شوية أو التاريخ معاك كابتن، خلينا نفهم. لا انا يمكن احنا بالنسبه لنا كان الموضوع مختلف عن كده شويه، يعني احنا كان الدوري عندنا شبه مستقر اكتر، المباريات بنلعب ممكن يعني كل 10 ايام مباراتين تقريبا، ما كانش فيه الضغط اللي هو الكامل ده. لكن دلوقتي يعني بقى العالم كله بيتجه للاتجاه ده، ان انت تضغط مبارياتك بس مش بالكثافه العاليه، بالذات الانديه عندنا
ده جديد على اللاعبين المصريين، يعني يمكن في اوروبا بكل 3 4 ايام في مباراه على طول، لكن عندهم ريكفري بيعملوه بشكل كويس، بيعملوا استشفاء بشكل محترم، عندهم يعني كل الحاجات اللي ممكن ترجعك يعني ريفريش او ترجعك بكامل طاقتك موجوده. اللعيبه نفسها بره بتعرف عندها الثقافة دي، يعني بتقدر ترجع نفسها بشكل كويس، بتريح نفسها كويس، بتدي كل حاجة حقها بشكل كويس. احنا ممكن ده كان قبل كده ما كناش اللعبة ما كانتش بنفس الوعي ده وبنفس ان انت تقدر ترجع او تقدر وانت في بيتك تريح نفسك بشكل كويس، انك تبقى مستعدة للي بعد كده. لكن دلوقتي انا شايف ان الناس يعني بدأت اللعبة تتطور بشكل افضل من قبل كده كنوع من الوعي. لكن في حاجات سلبيه بتحصل، يعني انا شايف انه يعني كتر المباريات ده بيستنفذ اللعيبه بتاعتنا، بالذات اللعيبه الدوليه. يعني بالزبط. انت عندك مواجهتين مع السنغال، منتخب قوي جدا جدا، محتاج ان انت تريح اللعيبه دي بشكل كويس، مش ان انت تريحهم وتقعدهم في البيت، لكن تديهم الوقت المناسب او التباعد المناسب للمباريات، ما تديش مباريات ورا بعضها بكثافه عاليه بتوقيتات قريبه. فانا شايف انه ده الجماهير تعبت والله، لازم يعني حقيقي والله احنا تعبنا، يعني كجماهير تعبنا، وتعبنا يعني تعبنا احنا وتعبنا للفريق يعني. اكيد، لكن اكيد النادي الاهلي بيكون عامل حساب الكلام ده كله، او الفرق الكبيره بشكل عام، يعني اهلي زمالك بيراميدز انديه اللي هي بتاثر يا كابتن احمد برضه. بالظبط، خلينا نتكلم يعني مهما كان الفريق كبير، انا اللعيبه بتوعي مش مكن بني ادمين، بالظبط، فبيأثر، والجانب النفسي بيأثر، ونتائج البطولات المختلفه اللي في نفس الوقت بتؤثر، يعني كل ده برضو مش لمصلحتنا. اكيد، انا بتكلم في نقطه تانية، يعني انا بقول ليه الاهلي او الزمالك او الانديه دي بتبقى المفروض ان هي بتبقى عامله حسابها، واخده على الاحتراف، عندها بالظبط، عندها يعني عندها فن التعامل مع المواقف دي، بان هم محضرين من بدري جدا نوعيه لعيبه، تقدر تعمل ما بينهم روتيشن، تقدر تعمل تريح لعيبه في المباراه. اصابات وفي هي المشكله، بس في الاصابات هي المشكله، في حاجات غير متوقعه، يعني انت ممكن تقابلك حاجات وانت شغال تبقى خلاص انت مجبر ان انت تلعب باللي موجود عندك او بالمتاح بالنسبه لك، فممكن ياثر، يعني بالذات ان كمان لما بيكون عندك لعيبه دوليه وعندك لقاءات مهمه او مواجهتين مهمتين، لازم ان انت يعني تريح اللعيبه دي بشكل جيد، بحيث ان انت تقدر تستفاد منهم في المهمه الاكبر، اللي هي ان مصر توصل لكاس العالم الفتره اللي جايه من خلال بوابه السنغال يعني. فانا شايف انه لا، انا كانت وجهه نظري ان احنا كنا مباراه البيراميدز كانت ممكن تتاخر شويه، وكان ممكن يتلعب ماتش سان داونز باللعيبه فريش، وبعد كده تبدا تستعد بعد كده للي بعد كده في المواجهات يعني. طب هو بالنسبه للماتشين بتوع السنغال، كده كده اكيد هنتكلم عنهم في سياق قعدتنا الحلوه دي، بس انا عايز ارجع معاك مره ثانيه للاهلي وبيراميدز. طبعا فرقتين اقوياء والاثنين ماشيين كويس جدا قاريا، يعني بيراميدز عاملين ماتشات زي الفل في الكونفدراليه، الاهلي ماشي زي الفل في دوري الابطال، فإلى أي درجة ده ممكن يشعل المنافسة ما بينهم في اللقاء اللي هيجمع ما بينهم هما الاثنين؟ وأكيد كل واحد فيهم ليه حساباته، وأكيد كل واحد فيه عينه على الفوز، من منطلق حتى إن الفوز بيجيب فوز من وجهة نظر الفرق الكبيرة التقيلة. فأنت شايف الصورة إزاي؟ أنا شايف إن المنافسة مش هتكون في المباراة دي بس، المنافسة هتبقى على طول الدوري. يعني أنا شايف إن بيراميدز بقى ند قوي جدا جدا، بقى محضر بشكل كويس، كابتن إيهاب جلال من المدربين الكويسين جدا جدا، مدرب كبير وعنده وجهة نظر وعنده رؤية، ويمكن هو عايز يعمل لنفسه كمان تاريخ من خلال بيراميدز، لأنه هو يمكن وعنده عناصر جيدة جدا. هو بالظبط، هو يعني ليه مشوار طويل جدا، لكن محققش أي بطولة مع أي نادي من الفرق اللي تولى إدارتهم الفنية. فأنا شايف إن هو بيسعى إن هو يعمل بطولة، لكن أنا شايف النادي الأهلي بجماهيريته بإمكانيات البشرية الموجودة، اللاعبين والإمكانيات المادية وتوفير كل الإمكانيات لصالح الفريق، أنا شايف إنه في حته ثانيه خالص، لانه النادي الاهلي بيلعب بروح البطل طول الوقت. يعني انت بتاريخ كبير جدا، بمسانده كبيره جدا جماهيريه، يعني فانا شايف انه لا، النادي الاهلي عنده من القدرات ان هو يتخطى اي حاجه ممكن تقابله الفتره اللي جايه، حتى لو في اسوء حالاته الاهلي عنده المقدره ان هو يتخطى كل ده. الاهلي يمكن المباراه اللي فاتت كان عندنا
المريخ، وظهرت في المباراه دي شخصيه البطل، ان انت حتى وانت مش في افضل حياتك مثلا، او ان انت مثلا كنت كسبان وتعادلت، بس لا انا مش هطلع من المباراه دي غير كسبان، يعني مش هطلع غير بتاتا بونت. ودي قيمه اللاعب في النادي الاهلي بعيدا عن باقي الانديه الثانيه، يعني اللاعب في النادي الاهلي عنده غيره، وعنده يعني حب شديد جدا للمكسب، ما بيقبلش غير بده. فانا شايف انه ده بيعوض حاجات كتير جدا، منها التعب او الاجهاد. يعني لما بكون عندي حاله استنفار ذاتيه لان انا مش هطلع من هنا غير وانا كسبان، ده حتى لو انا مجهد ده بيغطي الاجهاد ده، او بيغطي التعب العضلي اللي موجود عندي. فانا شايف لعيبه الاهلي لعيبه جيده، عندهم يعني الاهلي بيضم افضل العناصر الموجوده في مصر. اللي انت بتقوله ده مش بينطبق الى حد كبير على الهدف الثالث اللي جابه السوليه في الماتش الاخراني. ما ده يعني وعي تكتيكي، يعني ده لو اتكلمنا في تفاصيل فنيه، ان انت يبقى عندك لعيب عنده يعني عنده حاله من اللي هو يعني ان انا مش قتاليه، يعني زي ما بيقولوا ان انا مش هطلع من هنا غير وانا كسبان. فان انت تطلع وتكمل في الحته دي، وخلي بالك انا كنت بتكلم في النقطه دي، انه حاليا كل لاعبي اللي هو رقم 8 على مستوى العالم بيوصلوا جوه ال 18 وبيسجلوا اهداف. يعني دي بروين امبارح كان بنلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، دي بروين جاب جولين من جوه ال 18 وهو بيلعب رقم 8 زي السوليه كده كمركز، وبيوصلوا وجاندوجان بيوصل لحد المنطقه دي وبيعرف. وعندك هندرسون، وعندك نبي كايتا في ليفربول، عندك لعيبه رقم 8 في العالم كله بيدخلوا جوه ال 18 وبيسددوا وبيجيبوا اهداف وبيساعدوا فرقته من قدام. لما بلعب بثلاثه مهاجمين بس وبلعب ثلاثه في الارتكاز، لازم الاثنين 8 لو انا بلعب بسته واحد، يعني بواحد سته ارتكاز واثنين قدامه، الاثنين دول بيعملوا التكمله الهجوميه او الزياده الهجوميه دي العدديه لقدام، وبيساعدوا الثلاثي الامامي ده، وبيقدروا ان هم يضيفوا زياده عدديه بحيث ان هو يعمل يعني يشكل ضغط مبدئيا، يشكل ضغط كمان، ان هو كمان يقدر ان هو يبقى نسبه التهديف اعلى، ان انت بعدد لاعبين اكتر. وكمان الكره لو اتقطعت في المكان ده او فقدوا الكره في المكان ده، يبقى فيه على طول بريس في الحته دي، فيبقى طول الوقت انت حاطط فرقه الخصم في ضغط طول الوقت. فانا شايف ان السولية عمل حاجه العالم كله دلوقتي بيتجه ليها، او يعني لكن هي منه هو ذاتيا انا شايفها دي شخصيه كبيره، شخصيه قائد، شخصيه دي شخصيه يعني البطل اللي كنت بتكلم عليها بالظبط، شخصيه البطل هو طبعا. ده الفرق ما بين اي لعيب في اي نادي تاني وما بين الانديه اللي هي الانديه المحسوبه ان هي ابطال، يعني بتكون اللعيبه بتاعتها ليها دوافع تانية مختلفه وليها امور ذهنيه ونفسيه مختلفه تماما، وقدرات يمكن في مباريات كتير جدا وارد جدا ان اي مدير فني يعني يتاخر في التغيير، يحط تغيير مكان تغيير، يستعجل في دي، يعني يتاخر في حاجه، يحط حد مكان حد فما تظبطش. لكن في اوقات كتير جدا جدا قدرات اللعيبه اصلا في الملعب هي كده اصلا بتفوق المنافس، يعني بتفوق قدرات المنافس. فحتى لو في اخطاء فنيه من جهاز فني او من مدير فني بمثلا بوضع مثلا مهاجم مكان مثلا مهاجم بشكل معين في توقيت معين، او مدافع اطلع مدافع واحط او اغير طريقه اللعب جوه الملعب، فعندي لعيبه بتقدر تنفذ لي ده وتقدر تترجم لي ده بشكل كويس. حتى لو في اخطاء فنيه في التدخلات الفنيه من الجهاز الفني، بس يعني قدرات اللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي موجوده دي بتغطي على الحاجات دي، وبتقدر ان انت توصل للهدف حتى لو باخطاء فنيه من الجهاز الفني. فشايف ان الفروقات او القدرات اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي تقدر تتعامل مع كل المتغيرات الفتره اللي جايه، او كل العقبات اللي هتقابل الفتره اللي جايه، بالذات ان احنا عندنا مباراه سان داونز، ودي مباراه مهمه وليها طب واحده كابتن احمد عشان تخش في مواضيع كتير. لا مش قصدي، بقول كمان ان المباراه اللي جايه دي مباراه مهمه اكيد طبعا هنتكلم فيها، بس انا عايزه اروح معلش تعقيبا على كلامك برضو، لان انا بسمع وبعدين بحب بقى ايه يعني اقف كده عند كام حاجه، ومنها يعني حضرتك اتكلمت فيها برضو فكره هنا ان احنا بنيجي نقيم نفسنا اكيد، ومفروض ان احنا نقيم نفسنا ايجابي وسلبي، صح كده؟ لما اجي اقول ان انا عندي ظروف استثنائيه، او بقالي 4 سنوات في يعني مواسم مش معتاده او صعبه، ف
فده دي حقائق. الناحية الثانية أنا لازم برضو أن أنا يعني أقيم نفسي وأتكلم من ناحية، طب أنا ليه عندي برضو بعض الإخفاقات اللي بتحصل على الملعب؟ معلش، طب أنا ليه عندي لمسات أخيرة لا تتم بالشكل اللي أنا متعود عليه من اللعيبة؟ ودي مش انتقادات، دي مجرد زي ما بتبقى بتتساءل، وبتتساءل للمصلحة في الأول وفي الآخر. الحاجة الثالثة، ليه بحس ان انا لو سيطرت في بداية الماتش باجي بعد كده اهدى، ولو دخل فيا جول بقوم معوض تاني؟ يعني لازم ال 90 دقيقة يبقى فيهم احداث عشان اقدر محافظ على مستوايا. معلش، فتتفق او تختلف معايا واسمع وجهة نظر حضرتك. لا انا اتفق مع حضرتك تماما، وفي نفس الوقت انا شايف انه فعلا يعني انا مبسوط جدا ان ده بيتقال هنا في قناة النادي الاهلي، ان انتوا يعني حابين تعرفوا ايه السلبيات ومعالج ازاي. انا شايف انه النادي الاهلي بيلعب، لما انا اكون بادئ وكسبان اتنين واتعادل، فده معناه ان انا ممكن يكون عندي ده اجهاد، يعني ده ممكن يكون سببه اجهاد، ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن يكون عدم تركيز، وعدم التركيز برضو بيجي من الاجهاد. تمام. رقم تلاتة، في حتة الديفنس شوية عدم ثبات للاتنين اللي هم السرد باكات او الاتنين قلب الدفاع. يعني مرة تلاقي محمد، مره تلاقي مثلا محمد عبد المنعم مع رامي ربيعه، ومره تلاقي محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم، ومره تلاقي ياسر ابراهيم مع ايمن اشرف، ومره تلاقي، فالمكان ده ما فيهوش ثبات. المفروض المكان ده لازم يبقى فيه يعني تثبيت. خط الظهر ده مهم جدا 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 عشان تقدر تحافظ على شباك نظيفه طول الوقت، او ان انت تقدر يعني تأمن الحته الدفاعيه بشكل كويس. الاثنين اللي هم او الثلاثه اللي هم في نص الملعب، ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ممكن يكونوا يعني مستنفذين بشكل كبير جدا جدا، يعني كم مباريات كبيره طبعًا، وبيلعبوا طبعًا. وهم كمان بيأدوا بروح عاليه جدا وبيعملوا كم جري كبير جدا جدا، فده اكيد بيأثر شويه. زيادة الأطراف من الباكين طرف اللي موجودين، الباك رايت والليفت، هاني ومعلول، الاثنين برضو الزيادة دي كمان بتبقى أحيانا بتسيب فراغات في الظهر، لازم يملاها خط الظهر أو يميل ناحيتها حد من الاثنين السرد باكات دول. فعدم التركيز هنا أو عدم التغطية بشكل جيد في المنطقة دي، ده بيسبب أهداف عكسية. أنا شايف إنه ده لازم يعني لازم يتدارك المستر موسيماني للأخطاء دي ويعالجها بشكل كويس، لأن الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي سواء محليا أو إفريقيا يعني. فأنا شايف إنه يعني كمان نقطة إن إحنا بنوصل للمرمى كتير وما بالظبط والتسجيل أقل من الفرص المتاحة، يعني ممكن نوصل 10. أتمنى بقى إن كل الأخطاء دي أو يعني الهفوات دي يتم تداركها إن شاء الله الفترة اللي جاية، وبنشكرك على وجودك معانا، نورتنا وأسعدتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا ليك. معلش كابتن أحمد الوقت جري مننا، بس كلام مهم اللي إحنا نختم بيه مع حضرتك، وزي ما قلت في الأول وفي الآخر الواحد بيتكلم للمصلحة وحبا في النادي الأهلي، فلازم إحنا نقيم نفسنا بشكل يعني فار زي ما بيتقال. هنشوفك تاني ان شاء الله. ما لحقناش والله. لا لا ابدا، انا كنت سعيد جدا ودايما بتشرف. والله بتنورنا دايما بجد. انا سعيد جدا. شكرا ليك يا كابتن احمد. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع، والفقره الاخيره هيكون كريم مع دكتور دينا، وبرده زي ما احنا متعودين من دكتور دينا مواضيع مختلفه ولكن هامه جدا لكل افراد الاسره. هنروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بحضراتكم في اخر فقره من حلقتنا النهارده، وكالعاده لما بتكون منورانا الدكتوره دينا ابو السعود عاده بنختار موضوع ما وبنتكلم عنه وبالتفصيل. النهارده بقى حضراتكم اللي اخترتم اللي احنا هنتكلم فيه. احنا في الفقره دي دكتوره دينا طبعا يعني مشكوره، هتجاوب على اسئله حضراتكم اللي مشكورين بعتوها لنا، وان شاء الله نتعرف كلنا على الاجابات عليها. اولا صباح الفل عليكي، منورانا. صباح الخير يا أخبارك كريم. إيه؟ اهلا وسهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. النهارده بقى ايه؟ ايوه يمين وشمال وفوق وتحت وحدوته كبيره، مش هنتكلم عن موضوع بعينه. احنا جات لنا الحقيقه الفتره اللي فاتت يعني تساؤلات كتير من ناس كتير، والحلو ان هي في مجالات مختلفه، فده هيخلي الفقره اكثر افاده يعني ان شاء الله للناس. ندخل بقى على الاسئله معاك يا كريم. اول سؤال جالنا من كريم الزغبي، بيقول لك انا عندي 32 سنه بس انا حاسس ان انا راجل عجوز، بنهج وبتعب من اقل مجهود، ودايما بحس ان انا عايز انام ومش قادر اتحرك من السرير وخمول دائم، ايه سبب هذه الاعراض؟ لا وعنده 32 سنه يعني ده في عز شبابه. وعايز اقول لك بقى استاذ كريم الزغبي بيمثل
شريحة مش قليلة من الناس. صح. عز الشباب وتحسيهم في الخمسينات والستينات. صح. الخمول والكسل وعدم النشاط نتيجة حاجات كتيرة جدا. لو هتكلم على الحاجات الخارجية، ما بينامش كويس، ممكن يكون بيسهر للساعة 5 الصبح ويصحى 9 يروح شغله. لازم ننام 8 ساعات كافيين وننام نوم عميق. هو 8-8 ولا من 6-8؟ يعني مش اقل من 7 ساعات. أوكي. عشان ما اصحاش من النوم ومبقاش نايمة بالقدر الكافي. هلاقي نفسي رايحه الشغل او رايحه اي حته ابتدي اتاوب. دي حاجه. سوء التغذيه، سوء التغذيه عليه عمل كبير جدا جدا، لان الجسم محتاج فيتامينات لدعم الطاقه. من اهم الفيتامينات اللي بتحول لي الاكل لنشاط وطاقه فيتامين بي بكل انواعه، بكل مشتقاته، فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، فيتامين بي 3، 6 و5 و7 طبعا، والفوليك اسيد والكوبالامين. كل الفيتامينات دي بتدعم لي جدا التمثيل الغذائي. مهم ان انا اسرع سرعه الايض بتاعتي، لان كتير مننا عنده عدم حرق، فمهم ان احنا نسرع الحرق بتاعنا، وده اللي بيديني نشاط. التمثيل الغذائي كمان مش بس للطاقات اللي احنا عارفينها، النشاط والحركه، التنفس بتاعي اسمه طاقه خفيه. فالتنفس نفسه محتاج تمثيل غذائي قوي، فيتامين بي بيدعم التمثيل الغذائي. أوكي. النمو بتاعنا محتاج تمثيل غذائي. حاجه اسمها معالجه الطعام. ان احنا ناكل، فاكرين دي حاجه سهله، ده مش حاجه سهله خالص. عشان كده بقول المعده والامعاء مهم ان احنا نهتم بيهم جدا. كده بيسموها بيت الداء. بيت الداء طبعا. فمعالجه الطعام، الاكل والهضم والامتصاص والتخزين، كل ده عايز سعرات حراريه، دي اسمها طاقه خفيه. تظبيط الهرمونات في الدم محتاجين سعرات حراريه. فبقول لاستاذ كريم الزغبي، كريم الزغبي ينام كويس، يشرب ميه كويس، عشان الجفاف بيعمل لي عدم طاقه. ناكل اكل صحي، ونقدر نستخدم مكمل غذائي يبقى فيه فيتامين بي 12. على ذكر الجفاف، ده السؤال التاني بقى، وجالنا من سندس محمد، بتسلم عليكي وبتقول لك كنت عايز اسال. هي بتشتكي ان شفايفها دايما جافه ودايما بتتشقق. تمام. وبتقول انا دايما برطبها باستمرار، ولكن مفيش فايده، التشقق والجفاف مش بيروحوا ابدا. فكنت عايز اعرف الكلام ده سببه ايه. وكانت بتقول ان هي هتبعت لنا صوره، بس يعني مش معانا صوره. مش معانا صوره. لو انا عندي مشكله داخليه، الكريمات اللي بره مش هتشتغل كويس. الترطيب ده مهم جدا، يعني تفضل ماشي على المرطبات بتاعتها. بس لازم تظبط الدنيا من جوه. المفروض انها تشرب ميه كويس قوي. مشكله الجفاف يمكن في الشتاء كمان نسبه الجفاف بتبقى اعلى، البروده طبعا الشديده نسبه الجفاف بتبقى اعلى، او الجفاف الجلد والبشره بيبقوا اعلى. فلازم تشرب ميه كويس قوي، ولازم تستخدم او تاكل اكل فيه فيتامينز بتعمل على ترطيب، زي فيتامين اي هايل للترطيب، زي فيتامين سي هايل للترطيب. او انا بنصح بمكمل غذائي يبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي مع الاكل الصحي. وهي معلش هو وقت الشتاء بيبقى فيه جفاف شويه، مهم ان هي مش طول، يعني لما تيجي مثلا تاخد الشاور بلاش ميه سخنه، الميه السخنه بتجفف جدا جدا. فلازم تاخد الشاور بميه فتره. الغسول بتاع البشره يبقى طبي، لان لو في اي مواد تانية او كحوليات او حاجه، الوايبس اللي بنمشي بنمسح بيه الميك اب بيعمل جفاف. فتستخدم غسول طبي لبشرتها، وتركز في فيتامين بي. لازم غسول طبي، ما ينفعش الواحد يغسل وشه وخلاص. لا 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 لا، صابونه اللي في الحمام دي نغسل بيها. انزعجت مني قالت لك لا 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 بليز. الواحد يقص وشه بشويه ميه يا دكتوره وخلاص. لا ده كده جفاف رهيب. لا مش هينفع. يبقى الغسول الطبي بتاعنا ونستخدم على وشنا ميه فتره، مش ميه سخنه، لان بتلاقي كتير ايه، احنا عايزين نتدفى فنغرق نفسنا بميه سخنه، ده بيعمل جفاف. وتركز في موضوع فيتامين بي 12. أوكي. فيتامين بي 12 برضه بيعمل لي تشققات حوالين البق. حلو. السؤال اللي بعد كده من الاستاذ احمد عادل، بيقول كنت عايز اعرف هل الدم اللي بينزل من اللثه اثناء غسيل الاسنان ليه علاقه بنقص فيتامين معين في الجسم ولا لا؟ ممكن طبعا يبقى من احد الاعراض. هو مش كل نزيف اللثه بيبقى مينلي نقص فيتامينات. أوكي. من احد اعراض نزيف اللثه نقص فيتامين سي طبعا. أوكي. طبعا عندي حاجات تانية طبعا كتير زي
لو انا ماشي على ادويه سيوله بتركيزات عاليه من غير ما انا ابقى رايحه للدكتور هو اللي يديني تركيز بتاع ادويه سيوله، اي جرح لله بينتج عنه وممكن مشاكل هرمونيه او اضطرابات هرمونز كمان، يعني ست الحامل بتبقى اسنانها يعني أكثر. يعني دلوقتي استاذ احمد يشيك على ايه؟ يروح لدكتور ايه؟ لا هو المهم انه ينظف سنانه كويس قوي، يتاكد انه ما عندوش سكر لان السكر بيعمل سيوله مهمه، يعني يتاكد من مستوى السكر في الدم، ويقدر يمشي على المكمل الغذائي ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه. طبعا ألب مالتي فيت مليان فيتامين سي، فمهم ان هو يستخدم ألب مالتي فيت كمان لانه فيه فيتامين بي وفيه زنك داعم للمناعه وفيه الكالسيوم وفيه كل مشتقات فيتامين بي وفيه نحاس، فألب مالتي فيت هيبقى كويس ليه جدا. مهم ان هو لما يجي ياكل يستخدم مره في اليوم دنتل فلوس عشان البكتيريا والجراثيم اللي بين السنان، دي حاجه مهمه قوي اللي هي الخيط الطبي. اول ما قلت يستخدم ألب مالتي فيت ابتسمت انا ليه؟ انا عايز اقول لك بنت حلال مصفي، ده السؤال اللي بعد كده في صلب اللي انت بتتكلمي. والله السؤال جاي لنا من محمد جابر وبيسال هل ألب مالتي فيت بيتعارض مع مرضى القلب؟ ألب مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا مع مرضى القلب ولا يتعارض مع ادويه مريض القلب او مريض الضغط، بالعكس ألب مالتي فيت مليان فيتامينز هتدعم له صحته جدا وهتظبط بنسبه ما نسبه الكوليسترول وهيديله نشاط، لان مريض القلب احيانا بتلاقيه على طول تعبان بينهج من اقل مجهود، فيقدر يستخدم ألب مالتي فيت لا يتعارض. اهم حاجه ان هو يستخدمه مره واحده في اليوم كبسوله صباحا بعد الفطار بنص ساعه. تمام. من شويه سندس محمد سالت عن الشفايف، دلوقتي دنيا شافي بتسال على الرموش، بتقول لك ايه بقى؟ بتصبح عليكي بتقول لك انا رموشي بتقع بشكل ملفت جدا للنظر، بتقع كتير قوي ومش عارفه ايه السبب مع ان شعري ما بيقعش بنفس المعدل. ممكن يكون تساقط الرموش من احد اسبابه نقص الفيتامينز والمينرالز زي البيوتين مهم جدا للرموش، زي الزنك والنحاس، اي حاجه عندي بتتجدد لازم معاها زنك ونحاس. هو مش تساقط الشعر كمبدا لازم يبقى متوزع بالعدل بس بين الرموش والحواجب والشعر؟ يعني اشمعنى في حاجات معينه هي اللي بتقع احيانا؟ بيبقى في مرض معين مثلا مرض مناعي زي الثعلبه بيخش يهاجم البصيلات بتاعه الرموش وتوقعها مثلا. ساعات بنات كتير بتستخدم مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه وخدوا بالكم، دي مشكله كبيره. ساعات البنات اللي بتركب رموش بالسنه، لا لازم بصيلات رمشي تتنفس اكسجين بالسنه. يعني ايه؟ لا يعني مش بالسنه، يعني مثلا تركبها ثلاث اسابيع وتروح تعمل ريفل يعني هو مش دي حاجات بنات يمكن ما انا فاهم ده، بس ده فضول شخصي، انا فضول شخصي. مش سؤال جاي من الناس، ده فضول هو مش المفروض الحاجات دي بتتشال في ساعتها بعد الايفنت اللي انت حضراه؟ لا مش لا لا بيفضلوا ثابتين، بيبقى حاجات ثابته، ما عنديش مشكله في ده، بس ما تحطيهاش بالاسابيع. هتحطيها بالاسابيع سيبي سبيس اسبوع خلي رموشك تتنفس، لان البنات ايه لما خلاص اتعودوا على شكلهم هم عندهم رموش. اوكي. فلما بتيجي تشيلها تحس ان وشها ما بيجيلهاش قلب يعني تشيل فبتشيل وتركب تشيل فخلوا بالكم البصيلات نفسها محتاجه اكسجين. هي تقدر تستخدم ألب مالتي فيت على فكره. أوكي. داعم جدا جدا للشعر والرموش. ألب مالتي فيت هتستخدمه مره واحده في اليوم بعد الفطار، هتلاقي تحسن في الرموش في خلال ثلاث اسابيع. اهم حاجه التكرار. يعني اهم حاجه ان انا ما استخدمش ألب مالتي فيت مره في الاسبوع. اولا سعره حلو جدا، انا مش محتاجه احوشه خالص. العلبه هتكفي، كنت هقول لك هتكفي سنه، هتكفي شهر. طبعا 30 كبسوله اهي، 30 كبسوله. طبعا ألب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ده يديني امان لكل الساده المشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا عليا من الستات عشان بتكلم على رموش دلوقتي. وتقدر تاخده من الصيدليه، يعني لو عايزه تعمل اوردر تقدر تاخده من الصيدليه، احنا عندنا ارقام الشركه للاستفسار ولو عايزه تسال عن حاجه زياده عن ألب مالتي فيت. طيب ادهم محمد بيقول ايه الجرعه المناسبه من ألب مالتي فيت لواحد عنده القلب والسكر؟ الجرعه المناسبه كبسوله واحده في اليوم بعد الفطار. هو امن جدا لاصحاب الامراض المزمنه من مرضى السكر او مريض القلب او مريض الكوليسترول، مفيش مشكله. بس هو بعد الفطار ما ياخدوش قبل ما ينام،
ليه؟ عشان النشاط هو بيدعم جدا النشاط، لانه مليان فيتامين بي المداعم القوي للنشاط البدني. ناخده في اول اليوم يعني. ناخده في اول اليوم. طيب محمد سامي بيقول من وقت للتاني صوابع ايديا بتنمل وبتكون ساقعه جدا، ايه السبب؟ تنميل الأصابع وسقعتها ليها أسباب كتير يعني، يعني ممكن منها الأنيميا، إن الأكسجين مش واصل بالقدر الكافي للأطراف الأطراف وقتها لازم نستشير الدكتور ويديني نسبة الحديد اللي أنا محتاجاها. وكمان مهم قوي لأعصابي وأطرافي فيتامين بي 12، فيتامين بي 6، فيتامين بي 5 والفوليك أسيد، يعني معظم مشتقات فيتامين بي مهمة. فيتامين بي 12 هو اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء، فداعم جدا للدورة الدموية، فبيقدر يوصل الدم بالقدر الكافي. فيقدر يستخدم ألب مالتي فيت ويعمل سي بي سي ويتأكد ان الحديد عنده كويس. تمام. طيب ركزوا بقى معايا حضراتكم في السؤال اللي جاي ده، وتحديدا اللي منكم طالب او طالبة، سؤال يهم كل الطلبة والطالبات. منا محمد بتقول انا طالبة في الجامعة وبنسى دايما كل حاجة بذاكرها، فكنت عايز اعرف هل في فيتامينز معينه المفروض اخدها عشان اقوي الذاكره؟ وعلى فكره ده قاسم مشترك عند كتير جدا من الطلبه والطالبات. طبعا طبعا بتلاقي وقت المذاكره التركيز بيبقى صعب والضغط العصبي وما بيناموش كويس، ناموا كويس طبعا. يا جماعه يعني الدنيا مش هتجري، هنذاكر وهننجح ان شاء الله، بس ناموا كويس. مهم ان احنا نشرب ميه كويس، ده مهم جدا عشان ما نعرضش الجسم للجفاف. واعتقد ان الب مالتي فيت هيبقى داعم ليهم جدا، لان في فيتامينات بيسموها فيتامينات المزاج، من اهمهم اللي هو بتحسين المزاج. أوكي. من اهمهم طبعا فيتامين بي 12 الداعم جدا لكرات الدم الحمراء، والفوليك اسيد كمان مهم جدا، لان اوريدي فيتامين بي كومبلكس داعم جدا لاعصاب الدماغ، وكمان فيتامين اي مهم كمضاد اكسده، عشان احنا جسمنا كله بيتاكسد والخلايا بتتاكسد، بنمنع الاكسده بفيتامين اي. الب مالتي فيت داعم جدا لفيتامين اي وفيتامين بي كومبلكس. اي طالب او طالبه هيستخدموا الب مالتي فيت كبسوله واحده بعد الفطار، هنلاقي التركيز لطيف. طبعا احنا شايفين دلوقتي على الشاشه يا كريم ده تركيزات الب مالتي فيت، ودي كل الفيتامينز اللي موجوده داخل الب مالتي فيت. من الزنك، الزنك مهم جدا، قصاده زي ما انا قلت اكيد الناس بقى حفظت، قصاده نحاس، لازم زنك مع نحاس. عندي فيتامين سي، عندي فيتامين ه اللي هو اي، عندي فيتامين بي كومبلكس، عندي البيوتين، الفوليك اسيد والكالسيوم. طيب نورين نجيب بتقول هل الب مالتي فيت امن في فتره الحمل والرضاعه؟ الب مالتي فيت امن جدا. اكيد الست الحامل او السيده الحامل لازم بتمشي مع دكتور، لان بيديها يود وبيديها فوليك اسيد، بيديها فيتامينات كتير جدا، بيديها الاوميجا لو هي محتاجه. لكن الب مالتي فيت داعم ليها جدا، اولا في فوليك اسيد بنسبه 0.4 مايكروغرام، فدي نسبه حلوه قوي. دخله الكالسيوم، كالسيوم 70 ملي جرام. تقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تركيز أعلى في الكالسيوم بعد الشهر الخامس، لكن الب مالتي فيت ملوش أي أثار جانبية للسيدات الحوامل ولا حتى اللي بترضع. السؤال اللي جاي يعني احنا جاوبنا على جزء منه بشكل غير مباشر. سؤال من كريمة أحمد بتقول إيه أسباب جفاف الجلد سواء البشرة أو الجسم بشكل عام؟ جفاف الجلد طبعا ما بنشربش مية وبالذات في الشتاء بالقدر الكافي، البرودة الشديدة، الطقس البارد الشديد بيجفف، استخدام الكحوليات وأدوات التنظيف بإيدينا، استخدام الصابون المتكرر، الستات البيوت اللي بتغسل المواعين والحلل وحاجتها استخدمي جوانتي حولي، مهم جدا جدا. كل الحاجات دي بتأدي أكيد لجفاف. نستخدم مرطبات، وسوء التغذية بيؤدي لجفاف، لأن فيتامين سي مهم للترطيب، فيتامين إي مهم للترطيب. برضو على ذكر التغذية، السؤال اللي جاي من مريم علي بتقول هل الب مالتي فيت بيساهم في زيادة أو في نقصان الوزن ولا ملوش علاقة بالوزن؟ الب مالتي فيت بيدعم التمثيل الغذائي، فبيزود الحرق وبيزود سرعة الأيض وبيزود نشاطي، فبالتالي بنلاقي إن وزننا بدأ يبقى أحسن، يعني بنخس شوية بس مش بيتخن. ما هو معنى كده انه إن الناس اللي بتعاني من النحافه مش صح قوي ان هي تاخد فيتامينز بقى بالشكل ده ولا ايه؟ لا 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 بالعكس خالص، هو بيدعم التمثيل الغذائي جدا. ما هو التدعيم ده معناها زياده المعدل؟
زياده معدل الحرق، بس هو مش هم مش هيخسوا بالطريقه اللي هو مش 10 كيلو لا خالص. أوكي. والا كان كل الناس لجأت له كطريقه للتخسيس، هو مش دواء تخسيس لا. اوكي طيب ممكن الاقي الت مالتي فيت في الساحل الشمالي، ولو ما لقيتوش هل في بدايل ليه؟ دي ندى اشرف اللي بتسال. هنلاقي مبدره هي بالساحل. اصل قربنا بعد بص احنا دلوقتي بنحاول نوفر في كل الصيدليات، احنا عندنا كم محافظه يا كريم؟ اعتقد 27 محافظه، عندنا فوق ال 50,000 صيدليه، صعب قوي ان انا اقدر في في بس في شهر. بس انتوا في طريقكم لان انتوا خلاص موجودين، ولازم في كل كمان الصيدلية. الفتره الجايه اركز في قصه الساحل الشمالي زياده، عشان انا عارفه ان كله هيبقى في الساحل بعد كده، فهيطلبوا الب مالتي. لا واللي في الساحل دول بقى عايزه تعتني بشعرها وبشرتها وبرموشها والحاجات دي كلها. طبعا عشان الوقت ما يسرقناش، يامن محمد بيقول كنت عايز اسال دكتوره دينا، هو ما ينفعش اني يكون اكلي صحي يعني باكل خضار وفاكهه وخلاص، ولا لازم برضو اخد مكملات غذائيه؟ انا بنصح بالمكملات الغذائيه اللي تراكزها صغيره معقوله اللي اقدر امشي بيها لايف ستايل، لان اكيد حتى مع الاكل الصحي بتلاقي لو عملنا تحليل فيتامينات اكيد حاجات ناقصه. بنصح ليه بقلب مالتي فيت؟ تركيزه يا جماعه معقوله جدا، ما عنديش منه اي مشكله ان انا امشي بيه لايف ستايل. طب احنا عموما في ضوء الوقت اللي كان متاح لينا حاولنا على قد ما ربنا قدرنا ان احنا نسال الكم الاكبر من الاسئله اللي حضراتكم بعتوها لنا. احنا بنشكرك جزيل الشكر دكتوره نادينا، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جايه من البرنامج. ميرسي يا كريم، نورتينا. ميرسي، نشكركم على متابعتكم، وان شاء الله بكره باذن الرحمن ان عشنا وكلنا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين، يوم جديد وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي. إلى اللقاء.